أما صحيفة العربي الجديد فقد قالت إن اليمن يعاني من أزمة حادة تلقي بتبعات قاسية على الأوضاع المعيشية والإنسانية بسبب الانسداد الحاصل في توليد فرص العمل، والذي وصل إلى مرحلة حرجة مع تمديد خطير للبطالة وتوسع الفجوة الحاصلة بين مخرجات التعليم وسوق العمل. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن ممارسات وانتهاكات أطراف الصراع في اليمن كالابتزاز وانتشار المظاهر المسلحة تسببت بتعثر وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، وتكبدها خسائر فادحة، ما أدى إلى تسريح كثير من العمال وتوسع مستويات البطالة والفقر. وبحسب الصحيفة فإن التهاوي الحاصل في معدلات التشغيل تتسبب بانزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر لتصل نسبتهم إلى أكثر من 80%. وتلفت الصحيفة أو صحيفة العربية الجديد إلى أن اليمن يشهد تدنيا كبيرا في فرص التوظيف الحكومي ومحدودية في الأعمال التي يوفرها القطاع الخاص، وتراجع في معدل نمو الفرص المتاحة بالخدمة المدنية.